بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. الحمد لله على ما أنعم، وله الشكر على ما ألهم، والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها وسبوغ آلاء أسداها وتمام منن والاها، جم عن الاحصاء عددها وناى عن الجزاء امدها، وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها، وثنى بالندب الى امثالها. وأشهد أن لا إله إلا الله. هذا الآن عنكم الكلام، اسمعوه جيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة جعل الإخلاص تأويلها، وضمن القلوب موصولها، الممتنع من الأبصار رؤيته، ومن الألسن صفته. أعيد العبارة عليكم، هذا الآن عنكم، خلي فكرك بارك الله فيك وتقول معي في صوت خفيض، لأن الأول كان من خطاب الزهراء وإحنا متصلين مع الزهراء روحي فداها. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وأشهد أن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأشهد أن البعث حق، والصراط حق، والقبر حق، وسؤال منكر ونكير في القبر حق، وأشهد أن الوقوف بين يدي الله حق، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأشهد أن الوعد حق والوعيد حق، وأشهد أن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله حين يقول اقتربت الساعة وانشق القمر، هذا القول حق، لأن الساعة آتية على كل إنسان على هذه البسيطة، وإن كان ذلك الإنسان غافلا عنها فهي قادمة لا محالة. فالإنسان المؤمن الذي لا يغفل عن الاستعداد لمواجهة الساعة واستقبالها، أما غير المؤمن فهو الغافل الذي لا يفيق من غفلته، أو لا يفيق منها إلا حين يرى ملك الموت والملائكة صافين من حوله يقولون له لقد كنت في غفلة من هذا، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وأشهد أن الأرض قد ملئت ظلما وجورا، وأنه لا يملأها قسطا وعدلا إلا الإمام الهادي المهدي القائم الحجة من آل محمد. وأشهد أن الله سبحانه وتعالى جعل السعادة والروح والريحانة والكرامة عند محمد وآله،
وأشهد أن الله سبحانه وتعالى سلم على الأنبياء بأسمائهم واحدا واحدا، ولم يسلم على أهل نبي من الأنبياء. وأشهد أن ياسين في القرآن هو الحبيب المصطفى، فالله سبحانه وتعالى لم يسلم على آل هارون ولا على آل موسى ولا على آل إبراهيم، وإنما سلم وقال سلام على آل ياسين. ليعلم الناس جميعا أن الله له ولاية وطاعة ومودة، وهذه كلها عند محمد وأهل بيته، لا يمكن لأحد أن يراها إلا في هذا البيت. فولاية الله عند أهل البيت، وطاعته عند أهل البيت، ومودته عند أهل البيت. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فلا تصل ولاية أحد إلى الله إلا بمحمد وأهل بيته، ولا تصل طاعة أحد إلى الله إلا بمحمد وأهل بيته. صلى على محمد. ولا تصل مودة أحد إلى الله إلا بهم ومن خلالهم، ولا يقبل الله علما ولا صرفا ولا عدلا ولا عملا إلا بحب أصحاب الكساء. أحبتي، هذا حق وليس غير هذا الحق حق، وماذا بعد الحق إلا الضلال، وماذا بعد الحق إلا الضلال. في قراءة متأملة للقرآن الكريم، قراءة واعية، لاحظ، أهم شيء في المؤمن والإيمان الوعي. لا ينفع إيمان بلا وعي. إنسان يقول أنا مؤمن لكنه ليس واعيا، ما ينفعه الوعي. الوعي تشترك هذه الأذن وهذا العقل الذي هو في الرأس وهذا القلب الذي هو في الصدر وهذه العين، كلها تشترك في حملة واحدة ووجهة واحدة، لكل وجهة هو موليها. فاستبقوا الخيرات، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. هاي في ظهور الإمام صاحب العصر والزمان، لأن الله سبحانه وتعالى جعل ظهوره علما للساعة، وإنه لعلم للساعة. الإمام الباقر يقول وإنه الضمير يعود إلى الإمام المهدي صاحب العصر والزمان صلوات الله وسلامه عليه، لأن لهم العاقبة وهم أهل العاقبة، والعاقبة للمتقين وهم المتقون، والعاقبة لهم، دولة الحق لهم، الأرض والسماوات لهم. تعتقد بعدالة الله أم لا؟ الله عادل. تعتقد بحكمته أم لا؟ قطعا الله حكيم، الله أرحم الراحمين. الله أنزل القرآن، أنزل النور، أرسل الحبيب المصطفى، قبله 124,000 نبي يحضرون لمحمد وآل محمد. يحضرون له. يأتي عيسى يتكلم بالمهد، حتى تعرف إمامك عندما يولد يتكلم بالمهد، لا تستغرب ذلك، لأن عيسى يقول لك أنا سأصلي خلف إمامكم صاحب الزمان، هو إمامي. عيسى بن مريم يقول، وعيسى من أولي العزم، الأنبياء أولي العزم خمسة، فعيسى منهم. لاحظوا هذا المعنى. فلا يمكن أن يبقى القرآن هكذا أحبتي، ولا يمكن أن يبقى الإسلام غريبا. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، بدأ غريبا وسيعود غريبا. أمامي كلام لا تنزحه الدلاء،
لكني أتركه إلى وقت آخر أحبتي. ضوء النهار بعضه أضوأ من بعض، صح ولا مو صحيح؟ الفجر وبعد الفجر الصبح، وبعد الصبح الضحى، وبعد الضحى الظهر الزوال، وبعد العصر ضوءه أضوأ من بعض. كذلك أنتم في إيمانكم وفي قلوبكم أحبتي تتنقلون من نور إلى نور، ومن ضوء إلى ضوء، ومن ضياء إلى ضياء. لذلك لا عذر لأحد منا، لا عذر لأحد منا في تقصيرنا، نحن مقصرون. دعوني أكون صريحا معكم، نحن مقصرون في أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. نحن نختلف عن الكون كله، نحب الخير لكل الناس، نحن ما نكره أحد إلا الظالم لا نريده. مستحيل أنت تحب الظالم، ما ممكن تحب الظالم والمظلوم، صارت مهزلة، ما ممكن. لكننا نحب الخير للجميع، نحب الخير لكل البشر، نريد لهم الخير. إمامنا سينشر الخير على كل الأرض. لكن دعونا نكون صريحين أحبتي، نحن مقصرون مع أهل البيت. معقولة؟ أنت متصل بإمام الله أطال عمره من سنة 255 للهجرة إلى اليوم، وهو يحمل مواريث الأنبياء، ويحمل كل كتب السماء، ويحمل القرآن كما أنزله الله، ويحمل العلم كله، ورحمة الرسول ورحمة رب العالمين والنور كله، وينتظر الإذن من الله في خروجه، وأنت تنتمي إليه وما إلى ذكر عندك في حياتك؟ ما إلى ذكر الآن؟ من يذكر الإمام سلام الله عليه؟ إذا خطيب على المنبر يركز على الإمام، يقولون هذا يوقت، يقول راح يطلع الإمام بعد شهر، كما ذابين دعاية علينا هالشكل، تذكر؟ وهذا شغل الشياطين. الشيطان قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم، لكنك لا تهتم، لا تلتفت، أنت على المحجة الصحيحة وتمشي، ما عليك بالما قال وما قيل، قد قيل ما قيل، ما عليك. أنت تعلم حق اليقين أن الطريق أمامك منفتح، وأنت صاحب هذا الطريق، أنت صاحب هذه المحجة، أنت صاحب النور، أنت المرتبط بإمام الكون كله ينتظره. مشروع الله سبحانه وتعالى، كل المشروع متوقف على ظهور الإمام الهادي المهدي ابن فاطمة. روحي فداء لتراب أقدامك، لتراب نعالك سيدي. وبعدين ساعة طلوع الإمام، خلص من أعلى عليين الملائكة، تصور الملائكة، شوف حديثنا الليلة خلطة فكرية، تأملها جيدا، هذه تطبع القلب بطابع الإيمان. أنا أتحدث معكم بقلبي الله يعلم، وليس بلساني. لولا الحياء لهاجن استعبار، ولزرت قبرك والحبيب يزار. لكن واحد يخلي الأمور شوي، لاحظ المسألة من أين تبدأ وإلى أين تنتهي، وين واحد ينطلق معاها. هذه الانطلاقة، الله تبارك وتعالى يخاطب الملائكة، وتقرؤونها في أول سورة البقرة، وإذ قال الله قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. شوف، يعني الأرض قبل أن تتحرك بالإنس بالناس، يجب أن يكون الإمام قبله، يجب أن يكون أول مخلوق معصوم حتى الحجة تقوم لله على البشر. وإلا إذا كان إمامك خطأ وإمامك يرتكب المعاصي، هذه المصيبة اللي وقع فيها بقية المسلمين،
هذه المصيبة التي وقعت فيها المدارس الأخرى التي لا علاقة لها بأهل البيت. الله يقول لا يمكن أنا أخلق بشر من دون ما أخلق لهم إمام عادل معصوم حكيم كله رحمة يأخذون حكمي منه. إذا كان إمامك يخطئ وإذا كان إمامك غير معصوم كيف يمكن أن تأخذ منه العلم؟ وأنت عارف أن يوم من الأيام قلت لبعض الأخوة قلت لهم نحن في أبداننا هذا البدن غذاء بدنك تأخذه من مصادر معصومة، هي قضية معروفة يعني، بس واحد يذكرها. هذا الشجر مصدر لغذاء بدنك، الشجرة تلاحظها ما تخطئ تعطيك غذاء لبدنك وهو بدنك، فأيهما أعظم، بدنك أم روحك؟ بدنك أم عقلك؟ بدنك أم قلبك؟ فكيف يكون بدني مخصوص بغذاء من مصدر لا يخطئ؟ الشجر، قل الشجرة لأن الكل من الشجر يأتي بعد ذلك. بينما أنا أترك روحي لمن هب ودب، أترك عقلي لمن هب ودب أخذ منه العلم، ها، أترك قلبي لمن لا يعرف أي طرفه أطول أخذ منه العلم، أي علم من هذا؟ هذه المصيبة التي وقع فيها المسلمون عندما تركوا أهل البيت، تركوا عليا، اضطروا أن يذهبوا إلى مروان بن الحكم، لما تركوا فاطمة الزهراء اضطروا أن يذهبوا إلى هند وصحيباتها. أنا متقصد كسرت الكلمة لأن هن مكسرات. اضطروا هكذا، تركوا الحسين اضطروا أن يذهبوا إلى يزيد بن معاوية. النتيجة ما هي؟ وين يأخذك يزيد بن معاوية؟ مروان إلى أين ينتهي بك في مسيرته؟ هذا أمير المؤمنين سلام الله عليه، وإذا تشاهد في ساحة المحشر الذين كفروا بعلي يرونه أمامهم، فلما رأوه زلفة، يعني قريب عليهم، سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون، هذا الذي أخذتم منه حتى صفاته أو حتى صفاته وخصاله. أمير المؤمنين نقلتموها إلى غيره، حتى السيف، أنه هو سيف الله، هو صاحب ذي الفقار، هو صاحب القباء الأصفر، إذا دخل الحرب علي أمير المؤمنين. يا شبان اتأملوا هذه العبارة، أمير المؤمنين إذا دخل الحرب، هذه صفاته، حتى أعداؤه قالوا يدخل الحرب حاسرا، يعني ما على رأس شيء، مهرولا، ما راكب على شيء، ومئات الألوف تنداح أمامه يضرب بعضها بعضا. هذا إمامك. الآن القوة اللي يملكها علي بن أبي طالب ما أظهرها لكل العالم حبيبي، ما أظهرها، راح تظهر وين؟ في ولده الإمام صاحب العصر والزمان، والإمام أمير المؤمنين يعود. هذه عقيدتنا، لا يمكن أن نتنازل عنها أو أزول عنها أو أحول عنها، لا والله، لا والله، هذه عقيدتنا، كل أهل البيت يعودون. الإمام الحسين يعود، وتبكون عليه أكثر مما تبكون عليه الآن، لأن الحقائق كلها راح تظهر أمامكم، أمام أعينكم. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. المسألة مسألة الوعي، وتعيها أذن واعية، هذه الأذن متصلة، السمع متصل بالعقل، العقل مرتبط بالقلب، إذا ارتبط العقل بالقلب أصبح عقلا، أما إذا انقطع عن القلب لا يقال له عقل، يقال له هربز وشيطن كما يقول عنها الإمام المعصوم. لا، العقل متصل بالقلب، لأن العقل وظيفة واحدة من وظائف القلب، ولا يعني القلب هذه المضخة التي توزع الدم بالجسم،
قلب شيء كبير وعظيم. ألم تكن، ألم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، مثل آذان يسمعون بها، أعين يبصرون بها، قلوب يعقلون بها. لكنه يقول إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالسمع مرتبط بالعقل، إذا انقطع العقل عن القلب تعطل عن عمله، السمع أيضا تعطل عن عمله. لذلك شوف الارتباط، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. تعرف الوقر شنو؟ الوقر يعني الصمم، الثقل الكبير، غياب السمع بالكامل، هذا معناه الوقر. هذا الوقر. والأكنة على القلوب جمع كن يعني الغطاء، على أعينهم أغطية، غطاء على قلوبهم. هنا تعطل العقل وتعطل السمع، فما هي النتيجة؟ إلى سقر وبئس المصير. قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، هناك في جهنم. الملائكة يسألونهم لماذا جئتم إلى السعير؟ والسعير وادي من أودية جهنم، لو فتح طبق منه اشتكت النار كلها من حرارته. هذا مو شيء بسيط، يستطيع واحد يأخذ له جمرة يضعها على يده لحظات؟ يقدر إنسان؟ هذا شيء رهيب أحبتي. نحن غافلون، نحن غافلون. شوف الإمام السجاد هالليالي، هذه الليالي شهر رمضان، يجلس يبكي. لماذا تبكي؟ يقول أبكي وما لي لا أبكي، وهو إمام معصوم، جعل الله كل شيء فيه، إنما هي لنا نحن، لأنه إنا خلقناهم من طين لازب. الطين اللازب الطين الملتصق، يعني أنت الله يقول أنا خلقتك يا الشيعي من طينة محمد وأهل البيت. تفت؟ إن الله خلق قلوبهم من نوره، وخلقهم من نوره، لكن أنت الله خلق قلبك من نورهم ومن طينتهم. فانظر إلى نفسك، انظر إلى هذا المقام العظيم. هذا القلب أمانة عندك، أمانة، لا تضيع هذه الأمانة بالغيبة والنميمة والبهتان ومتابعة المسلسلات الفاسدة وترك الصلاة والنوم إلى طلوع الشمس. القلب هذا، لاحظ لاحظ، إن الذنب، يقول الإمام الباقر، وإن الذنب ليطعن قلب الإنسان، قلب المؤمن، يقول أسرع في قلب المؤمن من السكين في اللحم، الذنب. فلذلك من هنا يأتي يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. يقول فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. لاحظ شنو؟ اعترفوا بذنب، لأن هذا ذنب، جريمة كبرى أنك تعطل السمع وتعطل القلب وتعطل العقل وتعطل المنطق، هذه أكبر جريمة. لازم نلتفت، لأن عندنا مشروع، نحن أصحاب مشروع، نحن أصحاب قضية، يجب أن نلتفت إليها. كيف نحمل هذه القضية أحبتي؟ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، خالق خليفة وجاعل في الأرض. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. لماذا عرف الملائكة هذا المعنى؟ لأن الله أعلم الملائكة أني خلقت هذا أو سأخلقه من قبضة من الطين ونفخة من روحي، من روح الله. فقبضة الطين تؤدي إلى الشهوات والغرائز، والنفخة تؤدي إلى العقل والقلب والروح، فلا بد أن يحدث صراع، وأنت المخلوق الوحيد الذي فيك صراع في رأسك وفي عقلك وفي قلبك وفي نفسك، صراع موجود.
الملائكة ما فيهم صرع، الحيوانات الكائنات ما فيهم صرع، لذلك ما يخطئون، ما يخطئون. أنت الآن خذ طفل صغير عمره 6 أشهر وخلي أمامك كلب صغير أو خروف صغير أو قطة صغيرة، وأحضر كانون جمر، كانون جمر ملتهب، خلي أمامك شوف، وصر انظر لهم من يتقدم للجمر ويمسكه؟ شوف هذا الكلب الصغير يتقدم، القطة الصغيرة تتقدم، ها؟ الخروف الجدي الصغير يتقدم للجمر؟ لا، اللي يتقدم منه ولدك هذا اللي عمره 6 أشهر، يزحف يزحف يروح، وبدي اثنينهم يمسك الجمر ويصرخ، ادي احترقت ووجهه وصدره، هذا الصرخة مالته ينادي أيها العالم أنا جئت إلى الدنيا أحتاج إلى من يعلمني، لأني حامل حضارة، لأني حامل رسالة، فأحتاج من يرشدني، أحتاج من يهديني إلى الطريق الصحيح. وهذا المعنى، لماذا فترة الرضاعة عند الأم أكثر من فترة الرضاعة عند الحيوان وعند الكائنات الأخرى؟ الأسماك ما فيها فترة الرضاعة، مباشرة تلقي البيض في الماء ويفقس على طبيعته، يمشي بعد ذلك مع أمه، لكن ما في فترة الرضاعة. أطول حيوان فترة رضاعة عنده 8 أشهر هو القرد، البقية ما عندهم فترة رضاعة طويلة. الإنسان الوحيد اللي عنده فترة الرضاعة الطفل حولين كاملين، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. لماذا حولين؟ لأنه يحتاج إلى حجر الأم، يحتاج إلى التنبيه، يحتاج إلى التعليم، يحتاج إلى الحب والحنان من الأم عندما تنظر إليه. ولذلك الحليب وحده ما يكفي. الآن هاي الموضة عند بعض النساء، ما ترضع الطفل تريد تحفظ بدنها، ملتفت كيف؟ فمن أين تأتي بالحليب؟ من الصيدلية، وهذا حليب الصيدلية هو البلاء على رؤوس الأطفال. حليب الأم يحصن الطفل من الموت، يحصن الطفل من آلاف الأمراض هذا الحليب. شوف قبل أن يبدأ الحليب في ساعة الولادة، هناك مادة حليبية صفراء تخرج من ثدي الأم، هذه المادة هي نفسها تطعيم للطفل عن كل الأمراض. لذلك الله يقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، لمن أراد أن يتم الرضاعة. لماذا؟ لأن الطفل يحتاج إلى حجر الأم، هذا الحجر مدرسة، الأم مدرسة، الأسرة مدرسة. فالأم عندما تتوضأ، شيخ مرتضى الأنصاري سألوا أمه قالوا يا أم شيخ مرتضى الأنصاري، هذا العالم البطل الفقيه الذي لا يكون مجتهد عندنا اليوم إلا بعد أن يدرس الرسائل والمكاسب، شيخ مرتضى بالفقه والأصول، إذا ما يدرسهم ما يكون مجتهد. فيا أم الشيخ، كيف صار شيخ مرتضى الأنصاري وصل إلى هذا المعنى وكل علماءنا قمة في كل شيء؟ قالت لا تتعجبوا، والله ما وضعت مرتضى الأنصاري على صدري يرتضع إلا وأنا على طهر وعلى وضوء. تفهم الأم مؤثرة حبيبي، تكون على وضوء، تكون على طهر، تكون على خلق كريم، تسمع أولادها دعاء، تسمع أولادها قرآن، يكون بشرها في وجهها في البيت، معاملتها مع زوجها طيبة، تؤثر على الأولاد وعلى تربية الأولاد. كذلك الرجل ما تسقط عنه المسؤولية. لكن هنا لاحظ الإمام الحسين في ساحة المعركة يوم عاشوراء يعلن منزلة الأم ومكانة الأم ودور الأم. وين معنى المرأة في العالم اليوم؟ لاحظوها، الإمام الحسين يقول ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، سلة السيف والقتال
أو الإذلال والذل. قال وهيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة. لماذا ربطها تقول هيهات منا الذلة؟ لماذا؟ قال يأبى الله لنا ذلك ورسوله. الله يرفض المذلة لك ورسول الله يرفض. وبعد قال وحجور طابت وطهرت، حجر الأم. طبعا هو أيضا يشير إلى من يشير بأبي أم؟ يشير إلى سيدة النساء. ليش عمي أنا من أذكر الزهراء ينكسر قلبي؟ ما أعرف، أنت مجرب هذا الشيء؟ لما تذكر فاطمة قلبك ينكسر، خصوصا شهر رمضان. بسرعة بس تقول فاطمة، بس تقول الزهرة، قلبك ينكسر كأنك تشاهدها بين الحائط والباب. المحسن ساقط منك يا نور عيوني، فدوى روحي سيدتي. وتصيح يا فضة، لماذا لا، لماذا سيدتي ما ناديت عليا؟ ما تقولين يا علي؟ كل واحد يصيح يا علي، هذا علي. أين من لو دعته بالثريا مروعة لباها. لكن الزهراء تعلم أن الإمام علي مرتبط بوصية، ولو صاحت يا علي الكون ينقلب ويتغير كله، لأن بعد ما يسكت إذا سمع الزهراء تقول يا علي والله ما يسكت لحظة. هذا معنى العلم أحبتي، هذا معنى. يقول وحجور طابت وطهرت وأنوف حمية ونفوس أبية، رفضت ذلك من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. لا، ألا وإني زاحف بهذه الأسرة مع قلة العدد وخذلان الناصر. الإمام الحسين يقول، ثم قال فإن نهزم فهزامون قدما. إذا إحنا ننزل هزيمة بالجيش هذا شأننا وصفتنا وعادتنا، فإن نهزم فهزامون قدما وإن نهزم فغير مهزمين. لا تصور أنا واحد يهزمني الحسين يقول، وإن نهزم فغير مهزمين. وما إن طبنا جبن ولكن منايانا ودولة آخرين. فقل للشامتين بنا أفيقوا سيلقى الشامتون كما لقينا. فالله يقول للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. اسمع يا المؤمن، الله ماذا قال للملائكة؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. هذا السر. الله جاوب الملائكة قال لهم عندي سر عظيم، لأن هذا السر موجود أنا لا أخشى ممن يفسد في الأرض، لأن هناك مصلحا سيملأها قسطا وعدلا بعدما ملئ الظلما وجورا. اللهم صل على محمد وعلى آله. الآن لاحظ، يعرض عليهم هؤلاء الطيبين 14 معصوم، ثم يقول للملائكة، يقول الآن أنبئوني بأسماء هؤلاء. والملائكة منه؟ فيهم جبرائيل، وجبرائيل ذو قوة عند ذي العرش، أو على التنزيل القرآني ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، يعني مطاع ثم يعني في السماء، ثم يعني في السماوات هناك، مو ثم، مطاع ثم أمين. جبرائيل معهم، روح القدس معهم، الملائكة التي يصفهم أمير المؤمنين في نهج البلاغة، ويقول بعض الملائكة أقدامهم في تخوم الأرض وأكتافهم مناسبة لأركان العرش. هذول الملائكة. بس هالملائكة العمالقة الأبطال وقفوا في حيرة أمام 14 معصوم. شلونك حبيبي؟ زين التفت، تطلعون عليهم. الله يقول أنبئوني بأسماء هؤلاء. وعلم آدم الأسماء كلها
ثم عرضهم على الملائكة. يعني لاحظوا، الله معلم آدم وآدم خليفة الله وهو معصوم يتلقى أسماء الأربعة عشر معصوم من الله إلى معلم معصوم ما يخطئ. بعدين الإشارة، أنت يا المعلم المعصوم تعلم الملائكة المعصومين اللي ما عندهم غلط. شوفوا أهل البيت وين طرحهم رب العالمين، في أي مكان، لاحظوهم وين طرحهم. حتى إذا شاهدتم من لا يعرف قدرهم ويستخف بأهل البيت لا تلو عليه جيدا، اتركوه. أول طرح لأهل البيت هناك أمام ملأ كلهم معصومون مجازا وهم الملائكة، والمعلم معصوم حقيقة وهو آدم وليس مجازا، ومعلم آدم رب العالمين. يقول هؤلاء الأربعة عشر معصوم ليس فقط أسماءهم، هم أنفسهم، وعلم آدم الأسماء كلها. ثم عرضهم على الملائكة. الآن بعض المفسرين للمدارس الأخرى يقول علم آدم أسماء الأشياء. يا سبحان الله، الملائكة ما يعرفون أسماء الأشياء؟ إذن كيف الملائكة الآن قالوا لله أتجعل في الأرض، أتجعل فيها من يفسد فيها؟ يعني عارفين الأرض. جبرائيل ما يعرف الشجر شجر والبحر بحر. شوف، يريد أن يبتعد على هذا الكلام أنه أسماء الأشياء، فأهل البيت من الأشياء على كلامكم يعني أيضا داخلين، لأن ما ممكن يعلم الأشياء وأهل البيت ما يعلم أسماءهم. قال يا آدم وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء، بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك. شوف، يعني أنت لا تصنع العبث، يعني حكمتك ورحمتك ظهرت في هذه الأسماء لكن احنا ما نعرفها. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. يا جبرائيل حبيبي، جبرائيل ما يعرفهم، ولا الملائكة ولا ميكائيل ولا إسرافيل صاحب الصور، الصور الصيحة. الكل وقف متأدب خاشع أمامهم. شوف، أين هذا وأين من يأتي بالحطب والنار ويقول احرقوا بيت فاطمة عليها وعلى أولادها وعلى زوجها، وتريد تجعل منا إمام إلك حبيبي؟ شوف، شوف القصة وين تنتهي. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء. شوف التحدي من الله، إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. شوف العلم والحكمة. رجع رب العالمين لآدم، ماذا قال له؟ قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. قام آدم أنبأهم. الآن إذا تريدون أن تعرفوا كيفية الطرح الذي طرحه آدم، اقرأوا سورة مريم وسورة طه والأنبياء، هذه السور الثلاثة اقرأوها. ولاحظوا الله عندما يذكر نبي من الأنبياء كيف يذكره. يذكر إبراهيم، واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، ويمشي مع إبراهيم وقصة إبراهيم. يذكر مريم، واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا اتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك الله قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملت به حست بعيسى. يأخذ القصة كلها إلى أن خرجت إلى كربلاء فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. أنا متعمد أقرأ لكم الآيات حتى تلتفت أن الله
يقص عليك كل ما يجري على هذه الشخصية. فآدم عندما قص أسماء الـ14 معصوم على الملائكة، كل واحد من هؤلاء المعصومين كل ما يجري عليه ذكره للملائكة، لذلك ضجت الملائكة بالبكاء لما وصل آدم. وين وصل؟ تعرف أنت؟ ما تحتاج إلى علم. شوف آدم بمجرد أن ذكر الحسين الملائكة صارت تبكي، وقطعا ذكر عبد الله الرضيع، وقطعا ذكر رقية اللي ماتت على رأس أبيها، لأن ينقل القصة كلها. لا تستغرب وتستكثر، انتبه، لأنه ما ينقص منها شيء. ذكر مقتل الحسين كله، كل مقتل الحسين ذكر. هذا المعنى الكبير. بعد ذلك قال: ألم أقل لكم، الله قال للملائكة: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض. يعني هذه الأسماء لها علاقة بغيب السماوات والأرض. فشلون واحد يقول أهل البيت ما يعلمون الغيب؟ وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. يعني هذه الأسماء فيها علم السماوات والأرض، علم الغيب، وعلم ما تبدي أنت وما تكتم في قلبك، يعرفوها كلها. الآن أنت لا تنسى هذا الخبر، أنه الإمام يعلم بمشاعرك، ويعلم أنت محيط بك أهل البيت، رب العالمين، كل شيء، الجوارح هذه نفسها. فعندما نأتي أحبتي إلى هذا المعنى الكبير، فنأخذ الأذن الواعية وتعيها أذن واعية. قال الإمام علي سلام الله عليه: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، إني سألت الله أن يجعلها أذنك أنت. وهو هذه إشارة، ولا هو كله وعي. فأنت ارتباطك بالإمام معناه عندك وعي. يقول أمير المؤمنين: وقر سمع لم يفقه الواعية. وقر سمع لم يفقه الواعية. الواعية تحتاج إلى فقه، تحتاج إلى تفقه. الواعية ما هي؟ واعية أهل البيت، يعني تسمع استنصارهم، تسمع الإمام الحسين ينادي: وأقلة ناصرة ولا تنصره. تسمع الزهراء تنادي: وأقلة ناصرة. تسمع أهل البيت، تسمع إمامك صاحب العصر والزمان الآن ينادي: وأقلة ناصرة، ويريد أنصار حتى يخرج بأبي وأمه. إذا اكتمل العدد 313، وما يدريك، يمكن العدد بدأ يكتمل الآن. نحن على مشارف انفراج كبير لا نعلم به، لا يعلمه إلا الله. أنا ما أحدثك بالتفصيل حبيبي، أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، وإنما على قوله تعالى: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. شوف أنت قريب أمامك في لحظة واحدة، إن الله يصلح هذا الأمر بين عشية وضحاها، يعني في 12 ساعة هالأمر يطلع في العالم كله. قبل 10 ساعات ما صاير شيء، بعد 10 ساعات 12 ساعة الكون كله قائم، الناس تنادي، كل واحد يصيح ونفسه. ثم تصفعهم الشمس بطلوعها من المغرب. سبحان الله، إذا طلعت الشمس أغلق باب التوبة. هذا بحث جدا عميق، يعني المسألة قبل طلوع الشمس الإمام يخرج وينادي ويخطب، والموازين أمامنا والعلامات أمامنا. يقول الرسول صلى الله عليه وآله: إذا فاتكم كل شيء فلا يفوتنكم السفياني. الإمام الصادق كذلك يقول، سفياني علامة كبيرة، يطلع هذا من أشد المبغضين لأهل البيت ولشيعتهم قطعا، قتل ودمار وقتل. هذا ما ترون في الساحة وما ترون في التاريخ لعلها إشارات لذلك الموقف الرهيب الذي سيخرج به، موقف رهيب جدا. بالمقابل اليماني يخرج في 70,000، وراية اليماني هي من الرايات المحبوبة المرغوب بها، نحن مأمورون باتباع اليماني،
لكن متى يخرج هذا في علم الله. أنا لا أشير إلى شيء من كلامي أبدا، انتبهوا، لا يفسره أحد على ذوقه وعلى مزاجه. قضايا أنا أنقل لكم عن أهل البيت ومدرسة أهل البيت، وإذا فاتكم اليماني فلا يفوتنكم الخسف في البيداء. فلو تراهم، لو ترى ذاك الموقف إذ أخذوا من مكان قريب بين مكة والمدينة، الجيش منطلق من المدينة إلى مكة لقتل الإمام، وإذا الإمام في مكة والعالم كله يرى الجيش قوامه 2 مليون إنسان، 2 مليون من الجنود فيه، وفي بعض الروايات 3 ملايين، 3000 ألف، لأن 1 مليون كلمة غير عربية، فموجود 3000 ألف. الإمام يشير من الكعبة وهو بين الركن والمقام، بيده يشير إلى البيداء، إلى الصحراء، إلى الطريق بين مكة والمدينة، وكل العالم ينظر إلى هذا المشهد. وإذا يرون الأرض في طاعة الإمام، والإمام يتحكم بالأرض كما يتحكم بسبحته ويتحكم بخاتمه، يقول يا أرض خذي هذا الجيش أبيديهم، فتنخسف 3 ملايين يرحون في لحظة واحدة، لأنهم أعداء الله وأعداء الإنسانية. هؤلاء يذبحون ويقتلون ويبقرون بطون الحبالة، بطون النساء، المرأة الحبلى، يبقرون بطنها ويذبحون الجنين ويضعون مشاكل، قضايا كبيرة ما أحب أذكرها. فحقهم هذا، عقابهم هذا، ويفلت منهم رجل واحد يكون وجهه هذا على قفاه، ويكون عبرة لمن اعتبر، ويصل إلى مكة والعالم كله يشاهده، كله يشاهد هذا، وجهه صاير على ظهره، يتحدث للعالم عن الحالات الرهيبة التي ضربت هذا الجيش كله، جيش الفسق والفجور، 3 ملايين. وإن فاتكم خسف الصحراء فلا يفوتنكم ماذا؟ فلا تفوتنكم الصيحة. وإن فاتتكم الصيحة فلا يفوتنكم قتل النفس الزكية. هذا الإمام الصادق يقول، ورسول الله يقول، وأهل البيت. آخر علامة لظهور الإمام ذبح النفس الزكية بين الركن والمقام. والنفس الزكية غلام، لا يعني غلام يعني شاب، الغلام شوف، أهل الكهف فيهم من عمره 90 سنة، ويقول القرآن إنهم فتية آمنوا من الفتوة الإيمان. فغلام يعني عبد لأهل البيت، عبد لمحمد وآل محمد، هذا يذبح بين الركن والمقام، والمسائل كلها مرقمة. تعرف شنو مرقمة؟ يعني ما فيها مجال للاجتهادات الشخصية، كلها مرقمة. النفس الزكية يقتل في يوم الجمعة 25 ذي الحجة قبل ظهور الإمام 15 ليلة أو 15 يوما، 2 أسبوع. ويوم الجمعة يقتل، عاشوراء يكون يوم الجمعة، وهذه كلها متصلة بليلة القدر ومتصلة بأول شهر رمضان. إذا كان أول شهر رمضان الخميس مثل هالسنة، النفس الزكية يكون يوم الجمعة يذبح، 25 ذي الحجة يكون يوم الجمعة، ومحرم يكون يوم الجمعة، لأنه راح يكون يوم الأربعاء أول محرم كما قلت لكم. لكن أنا لا أقول هالسنة هذه، انتبهوا، سبحان الله، أضطر أن أعيد العبارة أكثر من مرة. رحم الله امرأ جب الغيبة عن نفسه، وإلا ماذا نصنع يعني؟ يجب أن تقول هذا الكلام، ويجب أن تحفظ مشاعر الناس. دائما عندما تبدأ أيام شهر رمضان المبارك من الخميس، يعني ليلة القدر ليلة الجمعة، إذا صارت ليلة القدر ليلة الجمعة معناه قتل النفس الزكية يوم الجمعة، شهر محرم يخرج أول الأربعاء، عاشوراء يوم الجمعة، يوم خروج الإمام صاحب العصر والزمان. وأنا أريد أن تسألوا أنفسكم أحبتي،
الآن متى يظهر الإمام؟ العلم عند الله، لا يستطيع أحد أن يحدد، ولعنة الله على من يوقت. كم مرة أقول هالكلمة هذه؟ اسمعوها جيدا. لكن المسألة، أنت مستبشر، أنت متفائل، في أي لحظة في أي ساعة تسمع الصيحة، خصوصا في شهر رمضان، شهر الخير، ليلة الجمعة، ليلة القدر، واحد يلبس ملابسه الطيبة، مغتسل كل يوم، يغتسل في شهر رمضان، ينتظر. بالله عليك، هل أنت من المنتظرين الآن أم لا؟ إذا طبعا وإن شاء الله صحيح، يعني أنت مستعد إذا سمعت الصيحة بين السماء والأرض تتوجه إلى الحجاز؟ طبعا. أنا أقول لك، يعني ما تحتاج تأخذ فيزا من السفارة السعودية، لا تنظر لهذا الشيء، المسألة كبيرة، أكبر من الفيزا وأكبر من كل شيء حبيبي. لا، القضية قضية السحاب الذي ينقل أصحاب الإمام إلى الحجاز، إلى مكة، قضية المفتقدين من فرشهم ليلا. دائما ركز، ركز على هاي النقطة. تشوف هذا الرجل نائم في الحجرة والحجرة مقفلة من الداخل، وإذا يفتقدونه الحجرة على قفلها ولا أحد فاتحها، لكن هو ما موجود. المفتقدون من أسرتهم ليلا، اتأمل، لأنه معجزة، تطلع المعجزات بعد، ما في مجال للشك. أنت ترى أخاك نائم بالحجرة، الصبح تأتي تشوفه ما موجود والحجرة مقفلة من الداخل، بعد ما حد فاتحها، فتعرف. الأب كذلك، أنت كذلك، قسم تحملهم السحب بالنهار، الناس يرونهم، هذا فلان، هذا السحاب الذي تراه أمامك الآن يحمل الناس إلى الحجاز، يحمل الناس إلى مكة المكرمة. هؤلاء يصعدون في هذه السحب وتنقلهم السحب، وهذا علم، علم يحتاج إلى قلوب وآذان واعية وعقول متفتحة، والإنسان يريد أن يعرف، ولا يريد أن يتمعج بفكره ويعاند، لا لا، يشوف أمام الطريق. الله، هذا أمامنا، هذا صديقنا أحمد، هذا صديقنا محمد، هذا صديقنا علي، هذا صديقنا حسن، هذا حسين، هذا باقر، هذا فلان، أسماءهم هذه اللي هي ما مرغوبة عند بعض الناس، التفت كيف، هذه الأسماء متجهين إلى الحجاز، وهناك الإمام يلقي خطابه، يقول، يتكلم بكلام لم يسمع مثله ومثله أبدا، يتكلم بكلام وخطاب كل الكرة الأرضية تسمعه، ما يقدر واحد ما يسمع كلامه، وين ما يكون، بالصين، باليابان، بالدنيا، بأمريكا، بالغرب، بالشرق، بأفريقيا، كل الكرة الأرضية متوجهة إلى صاحب الأرض، وأشرقت الأرض بنور ربها، ووضع الكتاب، وجيء بالنبيين، كل، فالكل يسمع هذا الخطاب العجيب. هنالك تبدو حتى إذا أخذت الأرض زخرفها، الآن الأرض أخذت زخرفها، هذا كهرباء موجود، انترنت، عندنا فيسبوك، يوتيوب، بعد ما أدري شنو موجود، أقمار صناعية تطوف حول الأرض، يقولون النملة نعرفها وين راحت وين دخلت، هاي مبالغاتهم، جيد، عظيم، اقبلها أنت، زين، هذا كثير ممتاز جدا جدا، حتى تصل إلى هذه النقطة، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت، شايف العروس لما تزين ليلة الزفاف، الأرض وزينت، وظن أهلها، لاحظ، عندك أهل الأرض وعندك رب الأرض، رب الأرض هو الصاحب، وأشرقت الأرض بنور ربها، لكن أهلها هؤلاء اللي يحكمون العالم اليوم، وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا. شوف، هذا تردد ليس معناه بالليل أو بالنهار، لا، هي الساعة تلك تقع في لحظة واحدة، وممكن هذه تكون قبل طلوع الشمس وقبل أن تغيب الشمس 3 أيام، لأن الأرض
نصفها غارق بالظلام ونصفها يسبح في النهار في ضوء الشمس، فليلا أو نهارا تلك الساعة الرهيبة أتاها أمرنا. وعندك صاحب الأمر وليلة القدر، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه، هاي فكر فيها الليلة، الليلة فكروا فيها، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. اكتب تتنزل الملائكة، تنزل الملائكة والروح، روح القدس بليلة القدر، على من تتنزل الملائكة حبيبي؟ على الإمام المنتظر. لازم واحد يسأل نفسه، على من تنزل الملائكة إذا ما كان لكم إمام يا قوم وكنتم لا تؤمنون بالإمام المعصوم وبالحجة وبالمهدي؟ فعلى من تنزل الملائكة كل ليلة قدر؟ وين الجواب الآن؟ اطرح هذا السؤال على كل عمائم الدنيا، شوف الجواب ما هو. تنزل هذا الصيغ، هل رفعت ليلة القدر؟ كلا، ليلة القدر موجودة، ومن يقول رفعت يكفر. فإذا هي في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله كانت تتنزل الملائكة على رسول الله، وبعده على علي أمير المؤمنين، ثم على الحسن، على الحسين، على السجاد، على الباقر، على الصادق، على الكاظم، أبو إبراهيم روحي لك الفداء صاحب السجن، على أبي إبراهيم الإمام موسى بن جعفر الكاظم، على الإمام علي بن موسى الرضا، على الإمام الجواد، على الإمام الهادي، على الإمام العسكري. الآن تنزل الملائكة والروح في ليلة القدر في كل عام على الإمام الهادي المهدي القائم بأمر الله الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. الله. فأنا أريد منكم أحبتي هذه النقطة، أنه هذا شهر رمضان لا يمر علينا من دون أن نأخذ منه شيء، رجاء لا يمر علينا الشهر بالكسل وبتضييع الوقت هنا وهناك، لا، أنتم أكبر من هذا أحبابي أينما تكونون، هذه ليالي عظيمة، هدايا عظيمة من الله، والله إن الله سبحانه وتعالى ليعتق في كل ليلة، في كل ليلة مئات الألوف من النار يعتقهم، وليلة الجمعة يعتق بقدرهم، وليلة القدر يعتق بحجمهم ألف ألف مرة، وفي آخر ليلة من شهر رمضان يعتق بمقدار ما أعتق بسبعين مرة، لأنه أرحم الراحمين، الله يريد أن يرحمنا، الله ما خلقنا للعذاب، قل ما يصنع ربي بعذابكم إن شكرتم، الله خالقنا يريد يعذبنا، ليش يعذبنا رب العالمين وهو أكرم الأكرمين وهو أرحم الراحمين؟ غاية ما في الأمر أننا نتمسك ونحضر أنفسنا. وأريد دعائكم هالليلة، تقعد تدعو تصلي لك ركعتين، ركعتين صلاة، وتطلب من الله سبحانه وتعالى أن يجعلك من أصحاب الإمام، رجال ونساء. المرأة تطلب من الله، تقول له سيدي أنا أريد أكون في خيمة الإمام معه، أنا أكون في طريق الزهراء، في طريق زينب، في طريق السيدة نرجس سلام الله عليها. لاحظوا، ادعوا من الله، اسألوا الله بنيات صادقة وقلوب طاهرة أن يوفقكم لصيامه وقراءة كتابه، وتكونون إن شاء الله من أصحاب الإمام، روحي له الفداء، ادفع صدقة عن الإمام، اقرأ دعاء العهد، اقرأ سورة ياسين وصفات إهداء لفاطمة الزهراء سلام الله عليها، سلم على إمامك، سلم عليه. هذه قضايا أمامكم، بحور من الخير والنعم، غاية ما في الأمر خذ منها، خذ منها. تقول أم سلمة، غاب عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع في الليل فرأيته مغبرا أشعث الرأس، فقلت يا رسول الله أراك أشعث الرأس مغبر؟ قال يا أم سلمة، أخذني جبرائيل حبيبي إلى العراق، إلى أرض يقال لها كربلاء،
وأراني مصرع ولدي الحسين عليه السلام، هذا الذي آدم سمع وصار يبكي على الحسين، فصرت ألتقط دمه ودم أصحابه وأهل بيته ودماء حتى الرضيع الذي له 6 أشهر. تقول أم سلمة، أم سلمة على جلالة قدرها، تقول بيده قبضة مقبوض الكف، فتح قبضة يده وإذا فيه تراب أحمر، قال هذا دم الحسين وأصحابه يا أم سلمة، احفظيه عندك. فجئت بقارورة، قال خذيه وضعيه في هذه القارورة. تقول وضعته في القارورة وشددت رأسها بقوة، ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله: يا أم سلمة، إن يوم مقتل ولدي الحسين هذا التراب يتحول إلى دم عبيط. تقول حفظته عندي. لما خرج الإمام الحسين تبعته في الطريق، أم سلمة تقول: قلت أبا عبد الله، أنت خارج إلى العراق، هذه القارورة عندي، جدك رسول الله أعطاني تراب مصرعك، تراب كربلاء أحمر. قال: يا أم سلمة، أو تظنين أن ذلك خافيا علي أو خافيا علي؟ لا يا أم سلمة، إني لأعرف مصرعي وموضع قبري، وإن شئت أريتك إياه. قالت: إذا شئت أبا عبد الله. تقول فمد يده وإذا كربلاء أمامي، ثم مد يده الحسين إلى موضع المصرع وأخرج قبضة من التراب، قال: اجعليها بنفس القارورة يا أم سلمة. تقول وضعتها في القارورة وكتمت هذا الأمر معي، أردت أن أصحبه، قال: لا، ارجعي إلى المدينة يا أم سلمة، أنا رايح إلى كربلاء، في المدينة عندك أم البنين موجودة، وعندك ابنتي فاطمة العليلة هناك موجودة، تحتاج منك إلى رؤية إلى هاي مصيبة الحسين حبيبي، وإلا هو الحسين شفاء من كل داء، لكن يا سبحان الله لازم تكون عندها البنت مريضة، مثل الإمام السجاد يوم عاشوراء كان مريض، حكمة حكمة بالغة، لأن المصيبة عظمى كانت للإمام الحسين. رجعت أم سلمة إلى دارها تنتظر تنتظر، تقول حتى صار يوم عاشوراء، فجئت أول النهار فرأيت القارورة على حالها ما فيها شيء، فرجعت إليها بعد الزوال فرأيتها دما عبيطا يغلي ويفور. تقول فبكيت ولكني كتمت صوتي، إلا أن أم البنين واصلتني هذا الخبر، اقرأوه في كتاب البحار للشيخ المجلسي وفي كتب المقاتل الأخرى التي تتناول هذا الموضوع بعمق. تقول فأقمت المأتم والعزاء من دون أن ترتفع أصواتنا حتى لا يشمت بنا أعداؤنا، حتى أعداؤنا ما يشمتون فينا. هذا لما وصلت العائلة إلى المدينة، ما الذي حصل في ذلك اليوم؟ ما الذي حصل؟ السيدة زينب جاءت إلى رسول الله، أخذت عضادة الباب وقالت: يا جداه يا رسول الله، جئتك ناعية أخي الحسين، حبيبك الحسين قتلوه يا رسول الله. يقول لم تكن هناك واعية أشد من واعية بيوت بني هاشم على الحسين، وخرجت أم عقيل مع أخواتها أم هاني وزينب ورملة، هذن بنات عقيل أخوات مسلم ابن عقيل، ملتفت، خرجت في شوارع المدينة تنعى الحسين وتبكي: ماذا تقولون يا أمة محمد؟ ماذا تقولون إذ قال النبي لكم: ماذا فعلتم وأنتم آخر الأمم؟ ماذا تقولون إذ قال النبي لكم: ماذا فعلتم وأنتم آخر الأمم بعترتي وبأهلي بعد مفتقدي، بعترتي وبأهلي بعد مفتقدي، منهم أسارى ومنهم ضرجوا بدمي. يقول بشر بن حذلم: سألني الإمام السجاد
بعد أن ضرب الخيام خارج المدينة وجاء الناس يسلمون عليه، يقول خرج من الخيمة باكي العين دموعه تجري على الحسين. في هذه الأثناء جاء عبد الله بن جعفر بن أبي طالب زوج العقيلة زينب. الإمام السجاد قال: يا عبد الله ادخل على الهاشميات، ادخل على بنات رسول الله، عزيهن وسلم عليه. عبد الله يقول: دخلت، كل النساء في حجاب وعزاء وبكاء، لكني رأيت امرأة من بين النساء ما كانت ملتزمة بحجابها أمامي. يقول: أطرقت برأسي إلى الأرض وإذا بها تناديني: يا عبد الله ما تعرفني؟ نسيتني أنت؟ حقك تنساني لأن المصايب غيرتني. تقول له: أنا زينب، أنا زينب اللي يحجون عني، سليت المصايب ما سلن. يا بشر بن حذلة يا عيم تخرج تدخل المدينة انعى الحسين انعاه. يقول بشر: حملت رايتي وعلمي وركبت فرسي ودخلت المدينة أنادي: يا أهل يثرب لا مقام لكم بها. الله. يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، يا قتل الحسين فأدمعي مدرار. الجسم منه بكربلاء مضرج، والرأس منه على القناة يدار. يقول: خرج الناس صغار كبار، خوفتنا يا بشر، أرعبت قلوبنا. يقول: قلت لهم: عندي كلام أقوله لكم عند قبر النبي بينما أنا سائر، وإذا تتلقاني امرأة مجللة وقور على كتفها طفل، تقول: افرجوا لي حتى أسأل هذا الناغي، بالله عليك أخبرني عن الحسين، أهو حي أم لا؟ قلت: يا سبحان الله، أنا أقول قتل الحسين وهذه تقول أخبرني عن الحسين، من هذه المرأة يا ناس يا عالم؟ قالوا: أما تعرفها؟ إنها أم البنين، أم العباس وإخوته. قلت لها: عظم الله لك الأجر بأبي الفضل. يقول: انحنت على خاصرتها، قالت: قطعت قلبي، أخبرني عن الحسين. قلت لها: عظم الله لك الأجر بأبي عبد الله الحسين. رجعت مولولة صارخة: أنا لقعيد على درب الضعون، أسايل اليرحون ويجون، كل من لها غياب يلفون، وأنا غايب باللحد مدفون. انتظرت الحوراء زينب حتى وصلت الدار، أوقفت جاريتها على الباب، وإذا بالباب تطرق، قالت: اذهبي وانظري من على الباب. هاي زينب، زينب روحي فداك. رجعت الجارية مهرولة باكية، تقول: سيدتي إن على الباب أم البنين. قامت زينب فتحت الباب، لما وقع بصرها على أم البنين صاحت: وأخايا يا هو عباسا. أم البنين أجابتها: وولداه وحسينا. صاحت صوت: يا فقد الأحباب، والله شموح شي دار الأطياب، اهبها الحال لنصيحة ورا الباب، أنا معباس جيتك لا تفترين. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم.
أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 10 مرات، يا الله 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 يا مجيب دعوة المضطرين، نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين بحرمة صاحب العصر والزمان، اللهم فرج عنا فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إليك أسلمت نفسي، وإليك وجهت وجهي، وإليك ألجأت ظهري، وإليك فوضت أمري، فاحفظني بحفظ الإيمان من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي، وادفع عني بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، دعاء الحفظ. بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا داء، بسم الله أصبحت وأمسيت وعلى الله توكلت، بسم الله على قلبي ونفسي، بسم الله على ديني وعقلي، بسم الله على أهلي ومالي، بسم الله على ما أعطاني ربي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله الله ربي لا أشرك به شيئا، الله أكبر الله أكبر، وأعز وأجل مما أخاف وأحذر، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان شديد ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إنك على صراط مستقيم وأنت على كل شيء حفيظ شهيد. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله، بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله، بسم الله ما شاء الله ما يكون من نعمة فمن الله، بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم، أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور، وهو شهر الذي فرضت صيامه علي، وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من 1000 شهر، فيا ذا المن ولا يمن عليك، من علي بفكاك رقبتي من النار في من تمن عليه، وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلوات. أريدكم تقرؤون معي هذا الدعاء، اللهم كل وليك، صوتك صوتك، لا من أول من أول، اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك في هذه الساعة وليا وحافظا حتى تسكنه أرضك طوعا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الفاتحة مع الصلوات.